نبي الله اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم. يا رب إن ذنوبي في الورى قد كسرت وليس لي من عمل في الحشر ينجيني. أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. أيها السادة نعود إلى ساحة القرآن الكريم وهذه الليلة القرآنية التي أقامتها الأسرة الكريمة تكريما منهم لروح كريمة صعدت إلى رب كريم ومع القرآن الكريم. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بطاروت مركز الزقازيق شرقية فضيلة القارئ الشيخ عبد الله علي الطاروطي. أدعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين
لنفسينا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك عطاء إلا ما شاء فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ففي الجنة خالدين فيها
هدمت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود فلا تقوا في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفون وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن تبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وما كان ربك ليهلك
القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون آمنوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وقل للذين لا يؤمنون آمنوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض
وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة العطرة المباركة والتي تلاها علينا القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بطاروت مركز الزقازيق شرقية فضيلة القارئ الشيخ عبد الله علي الطاروطي، كما نقلناها لحضراتكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية ولؤلؤة الأنوار الحديثة وقصور الضيافة المتنقلة تحت إدارة أولاد الحاج رمضان بحيري. الأسرة الكريمة تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى إلى هذا المكان ليؤدي واجب العزاء. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا، وسبحان من له الدوام والبقاء لله.